يلا انك تصبحهم بالصحه والعافيه والخير والبركه ان شاء الله. طبعا اليوم غير موقعنا، حتى موقعنا مميز، يعني احنا الان بالواجهه البحريه بمدينه الدمام، اطلاله جميله جدا، يعني البحر على اليمين مثل ما تشوفون، والاشجار والمكان مرتب ومنسق. فحبيت اقول لكم قصه، صحيح انها قصيره وجميله، الا ان في نفس الوقت ثقيله ويا ريت انها ما حدثت. وبتكلم لكم مثل ما قلت لكم من اول باللهجه العاميه. طبعا هذا في واحد ينقال علي، عمره 25 سنه تقريبا، خلاص توظف واموره طيبه، كلم امه ناوي على انه يعرس، يعني طبعا كلم والدته قال لها شوفي لي بنت تناسبني، يكون مقارب لي في العمر، يا اصغر يا معي في نفس السن يعني وكذا. قالت له ما هن اللي بنت خالتك. طبعا هم ثنتين، يعني ام علي وخالته اللي هي ام ساره. فقال خلاص ما عليش خالنا ذا، بس لازم يكون في نظره شرعيه. طبعا راح ابو علي في ليله رسميه طبعا حق ابو ساره. وطبعا ام ساره رحمه الله عليها والله يغفر لها توفت في نفس السنه اللي انولدت فيها ساره، يعني قبل 25 سنه توفت، الله يغفر لها ويرحمها ان شاء الله. فراح ابو علي بشكل رسمي يعني لابو ساره على اساس يخطب لولد علي بنتهم ساره. فجلسوا ودي وكذا، يعني اتفقوا على معظم الاشياء المتفق عليها وكذا في الخطبه، الا ان طلب علي انه يشوف نظره شرعيه. طبعا وخلاص وافق الاب انه يشوف نظره شرعيه وكذا. شافوا بعض، ما شاء الله اعجب كثير بشخصيه ساره، وهم كذلك ساره يعني كانت يعني نوعا ما يعني تبادر يعني النظرات وكذا، في قبول شوي من قبل الطرفين. تمت الامور على خير، وصحيح بالفعل وبسرعه البرق ما شاء الله تزوجوا والامور طيبه. وطبعا مع الوقت صراحه علي قام يعشق ساره بشكل غير طبيعي، تخيل الى درجه انه يقير عليها حتى من نظرات خواته. اذا جلسوا خواته مع ساره يجلس في النص، ود ان دائما ساره تلاحظ وتناظر فيه من كثر ما هو يحبه، يحبه ويقير عليه لابعد الحدود من جميع الاشخاص، سواء خوات او اب ولا ام، يقير عليه عشقها عشق. وهي كذلك مع الوقت، مع مرور الوقت صراحه عشقته، وكانت يعني زوج وزوجه بمعنى الكلمه، يحبون بعض، يدارون على بعض، طلعاتهم كلها مع بعض. يعني علي بعد فيه الميزه الحلوه انه يعني ما عنده شباب ولا عنده يعني ديوانيات واستراحات وكذا، كله مع زوجته، عمله ومع اهله وكذا وزوجته. يحب يطلع المطاعم، يحب يطلع يسفر، يحب يطلع سواء السفرات الداخليه ولا خارجيه، طلعت على البحر في اي مكان يعني. طبعا نسيت انا اقول لكم انه هو من منطقه الاحساء طبعا. وبعد مضي السنه الاولى الحمد لله ارزقه الله ولد، جاله ولد سماه حسين، بوحسين صار علي الان بوحسين. وما شاء الله يعني قوه العلاقه اكثر واكثر بينه وبين زوجته. وعدت السنوات، عدت السنوات تقريبا، وإلى درجة أنه يعني من كثر ما هي سارة فهيمة حيل ويعني دارس وكذا، تجلس بعض الأحيان تذاكر حتى حق أبناء اللي هو أبناء خوات علي، ودخلت قلوب الكل يعني في البيت، صارت جزء لا يتجزأ من بيت أبو علي، يعني حبوها الكل يعني. طبعا مضى تقريبا 3 سنوات على زواجهم، وكد ان في واحدة ينقال عنها ام محمد كانت خوية ام سارة رحمة الله عليها، ام سارة خويتها، لكن هي كيف انتقلت الى منطقة اخرى بسبب ظروف عمل زوجها، فعد زوجها الان بعد سنوات كثيرة تقاعد من العمل، فاضطرت انه خلاص اضطر انه يجي مسقط رأسه ومدينة الاحساء. فجاء وجات مع زوجته طبعا ام محمد مع الاسرة كامل يعني، فجأت واختنت في نفس الحي اللي كانت فيه، اللي هو الحي اللي فيه موجود أبو علي وبيت أم سارة وكذا يعني.
فالناس أم محمد هذه مشهورة كانت أول وقايبة فترة طويلة فوق 20 سنة، فيوم سمعت الناس أنها جات ورجعت يعني الأحسة هنا، كل قام يعني الحريم صديقات القدامة وكذا قاموا جون يسلمون عليها وكذا يقدمون لهذا ويعني يحبونها كثيرة. عاد وجات أم علي تسلم عليها وجلست معاها سوالف وسعد صدر وشاي وقهوة وجلسة طيبة. قالت لها أم علي، قالت لها ما دريتي علي ولدي الحمد لله تزوج وحين مستقر والحمد لله جاء له ولد ولا أروع، قمر ب16 أو ب14. قالت ما شاء الله ما شاء الله، إن شاء الله تبلقين في باقي عيال إن شاء الله، بس علميني من هو شفتوه له أنتم، من هو أخذ يعني زوجتي مني. قالت هذه سارة بنت أم سارة صديقتك قديم أول. قالت أم محمد شلون شو العلم؟ علي أخذ سارة بنت صديقتي؟ قلت له نعم نعم، وحينهم ما شاء الله كونوا أسرة والآن الظاهر أنه بعد حامل ويعني متماسكين ولا بينهم خلاف ومتفقين على جميع الأمور. إيش فيك أم محمد استغربتي من الأمر؟ قالت لا لا بس أنا مو جاي يدخل عقلي الآن سارة تزوجت محمد، تزوجت اللي هو علي. قالت له نعم نعم. ضربت على رأسها هذه أم محمد وقالت شلون أنا شايفة أم سارة وهي ترضع سارة، جاء ولدك علي ورضعته في نفس الوقت، رضعت حتى قالت بعدين بقول لأختي إذا قلت له يمكن تقتاض، بقول لأم علي بعدين فيما بعد إن أنا رضعت ولدها، لأن كان عندك أنت مشكلة في 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 ما يدر الحليب وكذا، فهي رضعت ابنك كذا رضعة. فعاد قالت بتقول لك بعدين، لكن ما أخذت أسبوع مسكينه والقدر جاها يعني وراحت، وأنا الشاهد الوحيدة، ترى أنا الوحيدة أنا اللي شفت مرضعة بنتك مرضعة ولدك، فالآن سارة وعلي أخوان من الرضاعة، كيف تزوجونهم مع بعض؟ أم علي خلاص بلقت عيونها يعني فتحت عيونها عدل مستغربة من الكلام. قالت ما يصير يا أم محمد، يمكن عندك إشكال في الأمر ذي، قيري بدلي، ما يصير إحنا ما عندنا خبر على هالأمر ذي اللي صار. قالت قسما بالله والذي لا إله غيره يا أم علي أن أنا بشوف عيني أن ولدك علي رضع من أم سارة، وفي نفس الوقت سارة كانت ترضع في نفس الليلة، وأنا أشهد على هالشي والله يحاسبني يوم القيامة. خلاص ما قدرت تفكر أم علي، خلاص وقف عندها التفكير. قالت يلا أنا أمشي وأخليكم، ما يصير الأمر خارج عن السيطرة الآن. قالت له شوفي يا أم علي، أنت أول ما كنت تدرين لكن الآن دريتي، الآن أنت شرعا حرام تستمر العلاقة، حرام، أنت دريتي الآن لازم تفصلونهم عن بعض، هذا شرع الله لازم تفصلونهم عن بعض. طلعت وهي تبكي الأم أم علي، طلعت وراحت عند أبو علي وقالت له الموضوع 1 2 3. أبو علي بعد صدق كذب ما أدري شلون، قال يمكن إنزين هذه أم محمد حاقد عليكم، حاقد عليك أنت وحاسد ولدك علي، أو بينه وبين أم سارة قديم يعني شيء يعني ما ينذكر، فحطت الحرة في هالأمر ذا، ما تبغى لهم الخير أو حاجة من القبيل، فإحنا خلنا نتأكد من أبو سارة، نروح لأبو سارة بشكل رسمي ونجلس معاه ونفهم الموضوع كله. رتب على ليلة أبو علي وراح عند أبو سارة، سلام عليكم السلام، علم الموضوع من طقطق لسلام عليكم، قال له الموضوع كذا وكذا وهذا. قال والله، قال له وانت تدري انت يا أبو سارة تدري عن الموضوع ولا كيف؟ قال له أنا لو أدري عن الموضوع بوافق على الزواج، كان من الأساس ما وافقت، والله ما أدري، لكن أنا أقول لك شيء، ترى هذه أم محمد مشهور عنها وحدة خيرة وصراحة، ولا تقول كلام وتألف، يعني ما قالت الكلام وقسمت إلا أكيد الأمر صار واستوى، الأمر صار واستوى. سألوا أحد المشائخ وكذا وقال خلاص المشائخ الموجودين في الحي وكذا سألوه
واحد من المشاكل خلاص لازم يتطلقون من بعض وخلاص، وخلاص انتوا عرفتوا بالسالفة كلها، فلازم تنتهي العلاقة الزوجية. هذه أخته، أخته، وبالفعل انفصلوا عن بعض. الولد وضعه الله الله الله، إن شاء الله يدبر إن شاء الله. وبعدهم كذلك علي تزوج من زوجة أخرى وجاب ولد وبنت، وهي سارة هم كذلك تزوجت، وكل واحد راح في طريقه. طبعا هذه يا جماعة الخير قصة قديمة، قبل تقريبا 30 سنة حدثت في منطقة الأحساء، والحمد لله أن انقطعت قضية أن حرمة ترضع ولد موش ولدها وحاجة من الغبين، ولا كان علوم. عموما تصبحون على ألف ألف خير، ونشوفكم على خير في قصص أخرى. شكراً.